السلام عليك أيتها العلوية الهاشمية، السلام عليك يا صاحبة الفضيلة العلنية، عليك يا شريفة بنت الحسن عليهما السلام، عليك يا طبيبة حاجات الطالبين، من أرجعت المرضى مسرورين أعجبت السامعين. السلام عليك يا صاحبة المنزلة والمكانة العالية، جئتك قاصدا حرمك متوسلا إلى الله تعالى بك لقضاء حاجتي. أسماء الحسنى بطه بادية، واليوم جاء بها جماد الثانية، لو أحمد ما حاز إلا أنه يدعى أبا الزغراء. يدعى أبا الزغراء فاديك فيه، هي فاطم، هي فاطم أولى بكل صفاتها، لا ما لفاطمة بنت أحمد ثانية. إن قلت مريم فهي سيدة لها، أي والله فهي فاطمة، إن قلت مريم فهي سيدة لها، وكذاك كلثم في النساء وآسيا، بل في الورى، بل في الورى فوق الرجال تسودت لتكون آمرة عليهم ناهية، فيها الأتى وتباهل ومودة، أذلت خيوطا من سناها زاهية، صديقة، صديقة منصورة معصومة، طهر مباركة، بتول زاكية، صديقة منصورة معصومة، طهر مباركة، بتول زاكية، خفقت بقلبي بل تفيض بأبهري، لم تخل منها في الأضالع زاويا، إن قلت فاطمة يعانقني الشذا، إن قلت فاطمة يعانقني الشذا، بصلاة مسكين للجنائن عالية. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البدء أسعد الله أيامنا وأيامكم بمناسبة ولادة مولاتي فاطمة سلام الله عليها، وفقنا الله وإياكم لخدمتها ولخدمة محمد وآل محمد. وأيضا نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية، في برنامجنا، برنامج بنت الحسن وسفرة مولاتي السيدة الشريفة. هذا البرنامج اللي يعني يحمل في طياته شذا محمد وآل محمد، وشذرات أهل البيت، ونفحات مولاتي السيدة الشريفة على محبيها وزوارها اللي قصدوها في هذه الليلة، في كل أربعاء إن شاء الله، يوم ثلاثاء عفوا، ليلة أربعاء احنا نبث
على الهواء مباشرة في تمام الساعة 9 مساء. أنا أحب أنوه وأذكر لأن هواي يسألون ملش وقت البرنامج بيا ساعة، فهذا التنويه من عندي إذا سمح للكنترول بأنه إن شاء الله البرنامج كل يوم ثلاثاء ليلة أربعاء الساعة 9 مساء. وإن شاء الله مثل ما عودناكم في ختام كل حلقة راح تكون هناك زيارة إنابة عن جميع اللي وصونا واللي ما وصونا قربة لله عز وجل، ونستقبل أيضا اتصالاتكم من خلال البرنامج في حال ظهور الأرقام في أسفل الشاشة إن شاء الله. لكن نقرأ بعض الأبيات ومن بعدها إن شاء الله فاصل، اسمعونا إن شاء الله لقضاء الحوائج لمولاتي السيدة الشريفة. لو عجز طبك وماكو دواها روح يا بنت الحسن وين خان. لو عجز طبك وماكو دواها روح يم بنت الحسن ونخاغن. هاي دكتورة الحلة أم الشفاء، هاي أم الشرف كله مشرفة، هاي بنت الحسن بنت المعرفة، هي حكمة البار من خلاها. هاي دموعك وتواجدك هنا يمكن صار الأسبوع الثاني غاليات على السيدة الشريفة ودعتك، ولكن هذا دليل على عقيدتك والتزامك. إن شاء الله ما ترجع إلا فرحان ومسرور، مو بس أنت، كل الحاضرين إن شاء الله اللي موجودين عنده حاجة، اللي عنده مريض إن شاء الله بحق محمد وآل محمد إن شاء الله. لو شفيت روحك عليلة وما تقوم وبيها صار الصار وجبال الهموم، روح يا بنت الحسن لحظة تحوم، أعقدي النية الشريفة الواغن، أعقدي النية وبلغها شجرا وقلها لي بقلبك شنو لي محيرا من تشوف هناك لا تلزم سرى، انت بس انخى تعالي ويانا، انت بس انخى واطلب حاجتك وزور صاحني الطاهرة وبدمعتك، اتوقعي بلحظات كل شيء انطتك. هاي انت او كل من اللي جاه، هاي انت وعبرتي هواي البشر، يم شريف يوم بالكعبة حضار، ما على باله شيء اللي خطار، بس تصلي على النبي وترجاه. بعد ايه بدمعتك ابكي حجي، بس تصلي على النبي اطلب ما تريد. خلي اسمع صلوات صلوات. الصلوات هي سر استجابة الدعاء إن شاء الله، بعد الدعاء كذلك صلوات إن شاء الله. بس تصلي عن النبي أطلب تريد، لو كنت مهموم وقيودك حديد، تسمعي بقلبك خفقان ورعيد،
اي ساعتها الطلب ناداغي، اي ساعتها الطلب منها ولد. هواي وصونا بالذرية الصالحة. هاي ساعتها الطلب منها ولد، هواي مني الناس قالنا وشهد، وفتي وياهم وصار الوعد، رجع من بيته واجا حناغه. والنعم والله رجع من بيته واجا حناغه، رجع من بيته واجا يبكي ويصيح، انا إلكم خادم البيت الذبيح، رايتيج تعلى وابدا ما تطيح، راية بيسمه للعلم ارساها، راية بيسم الله ونبينا وعترته، تشفي اهل كان عدنا بأميته. هاي بخت الحسن انطب نيته، وهاي امي الشفا من اسمها، هاي ام الشفا من اصل الفحل الطيب المجروح وتشافي العلل، كل من تعناج والزارج دخل، كل من تعناج والزارج دخل، يطيب من ساعتها وانت دواها. نستقبل اول اتصال من امريكا الاخت سيدنا، بس ذكرنا بالاسم. اول اتصال ان شاء الله من امريكا، هناء القيسي حياكم الله، اهلا وسهلا. الاخت هناء القيسي اتي على الهواء مباشره، حياكم الله واهلا وسهلا برنامج يا بنت الحسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سمعينا. نتوسل، نعم نتوسل بالسيده شريفه سلام الله عليها. انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله، اشفعي لنا عند الله. أحسنت. بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا، بحق عمامة جدك المصطفى، وبحق طبرة علي المرتضى، وبحق ضلع جدتك الزهراء، وبحق كبد والدك الحسن المقطوع، وبحق وداع عمتك زينب لأخيها الحسين ليلة عاشوراء، وبنحر الحسين، وبحيرة زينب، وبحق عطش سكينة، وبحق لهفة رقية، وبحق وريد الرضيع، توسلي وتشفعي لنا عند الله في قضاء حوائجنا وشفاء مرضانا. يا الله. ملا بلا سخمة عليك، هذا الرجال الكبير بالعمر يمك اللي دا يبكي، بلكت همينه يخلي دمعته يخليه يقضي حوائجنا، تقول له رحم الله والديك. حجينا حبيبي، هسه احنا اتصال ويانا من امريكا، وقالوا نطلب من الحجي اللي جاي بشي خلي يدعينا يتوسلنا بالسيد الشريف، ادعي لهم عندهم حوائج. عندي امي، عندي امي مريضه ما دا تكتب، عندها امها مريضه خطيه، لا تنساها بالدعاء ان شاء الله. وصيتها انا بخدمتك وانا هم لازم الشباك لك. تسلم، رحم الله والديك وقضاء حوائجنا. اي والله حجي، واي الناس عيونهم عليك ان شاء الله، انت بجوار مولات الشريف بهاي دمعتك، ادعي لهم ان شاء الله. احسنت، الله يحفظك. واريد هم اشكر هاي القناه والكابل كله، انه قدرنا نوصل صوتنا من ابعد نقطه، يعني من ابعد مكان من امريكا، وان شاء الله يرحم والديكم. الله يحفظكم ويسلمكم، شرفتونا. شكر خاص للسيد عماد اللي خلاني انه وصل صوتي وقدرت اتصل. انا عمو اكرم من السيد عماد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله وكل الهلا، وان شاء الله حوائج مقضيه وشفاء محمد وال محمد، حياكم الله كل الهلا. ومن امريكا الى كربلاء مع خادم الحسين سيد محمد، حياك الله سيدنا. سيد محمد تسمعنا حبيبي؟ نعم اسمعك. حياك الله وكل الهلا، انت هسه حاليا اتصال مباشر وبرنامج يا بنت الحسن، ومن جوار مولاتي السيده شريفه، حياك الله وتفضل وسهلا بك.
تفضل سيدنا. السلام على سيدة شريفة قديمة المعلولين. سلام الله عليها. السلام عليها وعلى أبيها الحسن المظلوم. أحسنت. احنا نريد من الله وشريفة أن تشافينا وتقضى حوائجنا بحق محمد وآل محمد. يا الله، هاي لازمة الشباك لك إن شاء الله ولكل المشاهدين. اي والله ان شاء الله. انا عندي والله طفله يعني قالوا الا عمليه وجهاز القلبها، وجبتها الشريفه والله وديتها للدكتور بالنجف قال كل شيء ما بي. ان شاء الله صحه وعافيه بحق محمد والله, والله العظيم. اي والله صحه وعافيه ان شاء الله. احنا بجاهها وبجاه ربها ابوها الحسن وعمها الحسين، اللهم امين، بحق الحسين رقيه بنت الحسين عن الشافه كل مريض، اللهم بحق آمين. مريض كربلاء زين العابد. احسنت، الله يشافي مرضاك. السلام على شريفه بنت الحسن طبيبه المعلولين وطبيبه العلويين، السلام عليها وعلى ابيها الحسن وعلى عمها الحسين وعمها عباس عليهم السلام. سلام الله عليها وعلى ورحمه أحسنت. الله وبركاته. احسنت سيدنا عليها. احسنت سيدنا، حياكم الله وكل الهلا، صحة وعافية إن شاء الله. قبل ما ناخذ اتصال يقول سيد عماد إن شاء الله وصانا أيضا بالكنترول سجاد الباوة أخونا عدى نسيبة، طبعا هو يوصانا لكن أنا ذكرت الاسم لأنه خابرنا قبل البرنامج وأقسم عليه بأنه إن شاء الله نسيبة عدى عملية. لا تنسوا بالدعاء، وأنا إن شاء الله من جوار المولى الشريفة إن شاء الله ندعي له سيد حسنين الله إن شاء الله صحة وعافية إن شاء الله. اتصال آخر من كربلاء إلى محافظة البصرة مع الأخ أبو زينب، حياك الله أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كل الهلا. الله يحفظك أجرك إن شاء الله، نتوسل إن شاء الله بشريفة بنت الحسين، اللهم صل على محمد وآله. ثاني يم شباك مولات الشريف. أي والله، اللهم صل اليوم نتوسل بشريفة بنت الحسين، اللهم صل على محمد وآله محمد وآله محمد. أقسم عليها بعمها أبو الفضل العباس، وأنا مريض أقسم عليها بعمها أبو الفضل العباس، وتقسم أقسم عليها بعمها أبو الفضل العباس، وأقسم عليها بالإمام الحسين، وأقسم عليها من المعصومين جميعا، وأقسم عليها بزينب، وإذا تكتب اسمي على الضريح وأنا مريض وعندي صريع يا ملي. أي والله الله يحفظك. والدتي مريضه والله، مسوي عمليه بعينها ان شاء الله. اسمها واسمي شو اسمها؟ الله يحفظك. شو اسمها؟ اي والله شو اسمها؟ رد لي. نجات. أي. نجات بالسوريه. اي اي والله، وانا مرتضى بالنجات ملي. الله يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله صحه. أي والله حق محمد وال محمد. اي والله. طبعا احنا ابو زينب ابو زينب الله يحفظك ان شاء الله. سيد عماد تحياتنا إلى والجميع الكادر، مثل ما وعدنا احنا كل اسبوع نخلي الاسماء او اللي وصونا بالدعاء جزا الله خير الجزاء، انا شفته خلاهن بالشباك، واللهم ربي يحفظه ويشافي المرضى بحق محمد وآل محمد. نعم سيدنا حبيبي. والى بغداد من محافظة البصرة الى بغداد مع الاخت ام مؤمل، حياكم الله ام مؤمل كل الهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أنا أزور العلوية شريفة إن شاء الله. تفضلي تفضلي حسان، يم الشباك أنت بتجاوب حاليا. إن شاء الله أريد بجاه زوري. شريفة إيه تفضلي. ترجع لي أخوي من تركيا إن شاء الله، يا ضناه أخوي راح هناك إن شاء الله يسوي علاج إن شاء الله صحة وعافية. إن شاء الله صحة وعافية ورجع بالسلامة بحق محمد وآل محمد. إن شاء الله من شريفة تراجع سالم قانون. يا الله يا الله، قر عينكم بي إن شاء الله. إن شاء الله شافي لابني وشافي لعمي إن شاء الله مريض. صحة وعافية. حاليا متوجهين إلى قسل، قسل كلوي. إن شاء الله صحة وعافية. بجاه. أيوة الله يشافي إن شاء الله. ويرجعكم أخوكم سالم غانم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله، الله يحسن. شافي كل مريض ان شاء الله. اللهم امين، اللهم امين. ينجح لي ابني وينجح كل الطلاب ان شاء الله بجاه. يا الله يا الله، الله يسمع من عندكم. يا الله الله يحفظك. بجاه هاي سفره علويه ان شاء الله. سلام الله عليها، سلام الله عليها. احسنتم احسنتم، حياكم الله وكل الهلا، الله يبارك فيكم ان شاء الله. نسأل الله بحق محمد وال محمد ان شاء الله شفاء جميع المرضى، وخصوصا الاخ عبد العباس وعبد الحسين، عبد الحسين عبد العباس بالشفاء العاجل ان شاء الله، والجميع المرضى ان شاء الله. احسنت سيدنا حبيبي.
ومن بغداد إلى الموصل الحبيبة الأخ رسول خضر، حياك الله يا أخ رسول، أهلا وسهلا. أنت حاليا في برنامج يا بنت الحسن سلام الله عليها، ومن جوار مولاتي السيدة الشريفة. تفضل يا حبيبي، حياك الله. أهلا وسهلا، رحم الله والديك، خلف الله عليك، جزاكم الله ألف الله يسهل. احنا بخدمتكم، خدمتكم يا حبيبي. رحم الله والديك، أنا أبو علي من الموصل. حياك الله، كل الهلا أبو علي، شرفتنا. رحم الله يا أخي، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام الله على أهل البيت كلهم ورحمة الله وبركاته. أحسنت. وخاصة السيدة الشريفة بنت الحسن عليها السلام. الله يبارك بك، أحسنت. تدري احنا الأحوال موصل بعيد ما نقدر نجي. أكيد والله. الله يسعدك. يا أخي أنا مريض، محتاج زيارة ودعاء. أنا مصاب بمرض معقد جدا. ألو، حياك الله أبو علي، تفضل. الله والدك، مرض معقد جدا، عجزت من الأطباء ومن الفحوصات بدون أي نتيجة، حيث لم يبقى لي غير الدعاء إلى الله. أنا هسه أبو علي اللي زمت لك الشباك، فأنت ادع من كل قلبك وإن شاء الله ما تقصر السيدة الشريفة، وحاشا تقصر. لا والله، يا مولاتي يا شريفة، يا مولاتي يا شريفة، أقسم عليك بحق الحسن. يا الله، يا ابو علي تفضل. من الموصل الى بغداد الاخ اسعد، حياك الله. ابو حسين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، كل الهلا. السلام على السيده الشريفه بنت الامام الحسين سلام الله عليه. السلام على الحسين وعلى على ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على قمر العشيرة بالفضل العباس. السلام على عقيل زينب جبل الصبر. السلام على أم البنين ورحمة الله وبركاته. أحسنت. بحق السيدة الشريفة أقضي حوائجنا وشافي مرضانا. يا الله، إن شاء الله. أي والله، إن شاء الله. يا مولاتي يا شريفة، إن شاء الله تسمعين كلامنا وتعدين سلامنا إن شاء الله، ما تقصرين وحاشة تقصرين يا مولاي. الله يوفقك إن شاء الله، موفقين والنجاح إن شاء الله، أجمعين أجمعين إن شاء الله. شكرا لاتصالك يا حبيبي، حياك الله وكل الهلا. حياك كل الهلا بعد عيني. وإلى محافظة واسط الأخ علي محمد، حياك الله يا أبو جاسم. أبو حسين العفو، السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام والرحمة، حياك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ممنونين منكم لهذا البرنامج عند مولاتي سيدتي الشريفة بنت الحسن صلوات الله عليها. نتشرف خدمتكم. نسأل الله أن يوفقكم ويوفق الكادر أجمعين إن شاء الله. الله عز وجل أن يشافي كل مريض في مشارق الأرض ومغاربها. يا الله، أمير المؤمنين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم كل من طالب ذرية ترزقه الذرية الصالحة بحق مولاتنا الشريفة بنت الحسن. أحسنت. وأنا أسأل الله عز وجل أن يرفع هذه الغمة عن هذا البلد الأمين، بلد الإمام الحسين صلوات الله عليه. يا الله، بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ارفع هذا الوباء والغلاء يا الله، وشافي كل مريض، كل طالب حاجة تقضي حاجته يا الله. يا اللهم الله، نسألك بحق مولاتنا شريفة بنت الحسن أن تحفظ أخوتي الحاج سعدون، الحاج راضي، حسن، حسين، معلاء، الأخت معلاوي، كل جيران الأصدقاء بحق محمد وآل محمد. يا الله، أنا هم لزمت لك الشباك. نسأل من أي والله، نسأل أطلب منك تبوسنا الشباك بالنيابة عني وعن إخواني وعن جيراننا. أطلب منك خوازي الشباك إن شاء الله، ولزمت الشباك وإن شاء الله مولاتي شريفة سمعك. يا شريفة يا بنت الحسن، هي كريمة بنت كريم، يا بنتك الكريم، يا بنت الحسن المجتبى، يا مولاتنا. سلام الله. توجهنا واستشفعنا وتوجهنا إلى الله، بك إلى الله يا وجهة عند الله، بحق الحسين أن تحفظين أخوتنا وتحفظين أخي حاج سعدون يا الله، وترزقه الصحة والسلام والراحة يا الله. يا الله يا الله، أحسنت أحسنت على هذا الدعاء، الله يبارك فيك إن شاء الله ويحفظك وسهل أمورك إن شاء الله. وأيضا في محافظة واسط الأخت أم عباس، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا بنت الحسن، يا بنت الحسن، السلام عليك يا طبيبة المعلولين. سلام الله عليها. السلام عليك يا مرجعتي، مسرورين يا مولاتي يا شريفة بنت الحسن. أقسم عليك بحق أبو فضل العباس، كفيل زينب، أحل فيك جدتك الزهرة أم الحسين، تقضي حاجتي أم عباس. يا مولاتي يا شريفة، يا بنت الحسن، إن شاء الله مرحومة يا مولاتي يا شريفة، يا شريفة طيبيني من
يا عباني الغدة، شافيني وعافيني من هاي الغدة يا مولاتي الخاطر ولديتي يا مولاتي يا شريفة بنت الحسن شدونيني يا مولاتي بس عندي ولدي والخاطر ولدي ودكيت بابك الليلة واني خادست إن شاء الله وانا خادست يا مولاتي تقل عينك بالوقت إن شاء الله أعلمك بنيته أعلمك بزين المهداجة تجيب قد ما زين المهداجة الحسين بيوم الحصر يا مولاتي إن شاء الله بأسرع وقت نسمع أخبار طيبة تجين ولا قلتك الدعاء والزيارة إن شاء الله ما نساكم نيابة عني وعن الوالدين نيابة عن الكادر رب يحفظ الكادر الله يرحمه ويحفظ بالكاميرا ويحفظ كل من ساهم بهذا المرمى يحفظكم بحق محمد وآل محمد سهل يا بنت فاطمة يا بنت فاطمة إن شاء الله يا الله ادعي لأخويا كل الشبات ادعاء أمك عليك شريفة الله لزم الشبات إليك وهي مرة ثانية الخاطر وليدي عباس الخاطر وليدي شافيني ويعافيني ودع الخواني بالصحة والعافية يا أخوي يتيمة بحق دمعة رقية بحق دمعة زينب يا مولاتي يا شريفة إن شاء الله ما تقصر حاشا لا والله الله يحفظكم ويبارك بكم إن شاء الله إلى محافظة ميسان الأخ أبو الو الإشارات ما تنعد ولا احصيها دكتورة على الكل علة تشفيها حاجات اقضيها عليك ام الحسن مولاتي غيثيني
صغيرة بالعمر يا الجاهج كبير صغيرة بالعمر يا الجاهج كبير كل من تعنى لك حاشا ما يحير لا والله صغيرة بالعمر يلجاهج كبير كل من تعنى ليج حاشا ما يحير شفك ما يرد كبير وصغير وصغير بشفك يا الحنين اليوم داويني يا الله عندك معجزات وبالكرم آية يم قبرك بجيت وجيت عناية عندي مشكلة وعقدها للراية يم هاشم دخيلك فرحي عياني ناخذ اتصال من محافظة السماوة سيدنا اكو اتصال الو السلام عليكم اي حياكم الله معباس من السماوة كل الهلا اي وياك عن السلام عليكم كل الهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن ازور فضل السلام عليك يا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا شريفة بنت الحسن السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت خديجة وفاطمة السلام عليك يا بنت الحسن والحسين السلام عليك يا سيدتي مولاتي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا كريمة آل محمد اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتقبل زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة أحسنتم وقلدناك الدعاء والزيارة أنا هذا الشباك ألزمه لكم وأكررها لكل المشاهدين اللي وصونا واللي ما وصونا إن شاء الله لازم الشباك أسأل من الله بحق السيدة شريفة أن يشافي جميع المرضى أن يقضي جميع حوائج المحتاجين بحق محمد وآل محمد يا الله إن شاء الله ما نساكم وهنيئا لكم هالزيارة وهالاتصال والله يبارك بكم وحياكم الله وكل الهلا وأيضا هلو. من محافظة ميسان محمد عامر هلو بعدين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بشير عامر عبد الله تفضل اختي اسم حضرتكم بلا زحمة بعد عين الناصرية بعد روح من الناصرية اي بعد عين اذا تقدرين تسمعينا من التليفون احسن من التلفزيون نص التلفزيون حتى اسمعك واضح وتسمعين اي بعد روح برا انا طالع برا والله اي اهلا وسهلا اسمك بالخير بعد عين بشيرة عبد الله بشيرة عبد الله حياكم الله كل الهلا كل الهلا بعد عين فدوا ديرتنا دبوا لي ادب وياك اسم ادعي له فدوا ديرة قاعد وما عنده والله العظيم حدا كل السنة ردي لي اسمه ردي لي اسمه انمار بشير ابني انمار ابن بشيرة ان شاء الله بعد يسهل اموره بحق السيده الشريفه ان شاء الله الله يسلمك وزهراء فدوى مريضه وميداتي زهراء جميع طالب حاجه بعد بشيرة وانا خادم ان شاء الله الله يخليك إن شاء الله يخليك بعدين الله يحفظك يا بعد روحي الله يسلمكم ومن محافظه ميسان الى واسط الاخت سعاد حياكم الله اخت سعاد سمعينا حياكم الله نعم نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله انت الان في برنامج يا بنت الحسن وعلى الهواء مباشره ومن جوار مولاتي لا. السيده شريفه شرفتونا باتصالكم تفضلوا زوروا ولا تنسون اللي وصوكم بالدعاء ان شاء الله ادعاء السلام على السيده شريفه السلام على بنت الحسن السلام عليك على عمك حسين السلام على عمك العباس حاشم العسل يا شريف يا الله شفاء. يا الله الله يا الله على محمد. يا الله اي والله شفاء عيونك ان شاء الله ما اشوف انا بنت ما اشوف ان شاء الله صحه وعافيه عمري 20 سنه دخلت يا شريف صحة وعافية حق على النساء بحق العقيله زينب علي اي والله استهني امر كل محتاج امرنا هاي الدمعه كل ما تطلع ويا الدعاء تصير الاستجابة نقدر نقول إن شاء الله إن شاء الله 90% فإن شاء الله إن شاء الله ادعون إن شاء الله السيدة شريفة ما تقصر إن شاء الله إن
العود ان شاء الله عند السيده الشريفه بنت الحسن. الله يشافيك ان شاء الله ويرجع بصرك ان شاء الله اقوى بعد. نعم سيدي اسمي لا تنسى انا من الدعاء. ان شاء الله ان شاء الله ما انساكم. الاسماء موجوده بالكنترول وكل اسبوع بعد نهايه الحلقه الاسماء يخلوها بالشباك واحنا بخدمتكم. نعم الله يبارك فيكم كل الهلا حياكم الله وشرفتونا بالاتصال. سيدنا شنو الاخبار؟ ناخذ اتصال لو نقرا ابيات من بغداد ان شاء الله. حيا الله البغداد الاخت ام امل كل الهلا وحياكم الله. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمه الله. اريد اشهد بنت الحسن مريضه وتعبانه وابني مريض ما يشوف من عيونه. أنا أنت استثمر هاي اللحظة اللي بالاتصال وهاي دمعتك وأنا لازم لك الشباك. هاي يا شريفة بنت العسل يا ريت تفعل على اللي تعبانة ومريضة. تفعل على اختي ليلى وعلى كرار وعلى مروة. دمعتك وعلى معمر كلهم مريضين وتعبانين وكلهم عمر اختي. الله يشافيهم. تفعل علي يا شريفة يا بنت العسل. يا الله بحق أبوك الحسن يا مولاتي. سوي عملية مال الخلف وقوم وطيح. إن شاء الله ما أقوم هاي العبرة مريضة وفعل على وليدي. إن شاء الله. أي والله يا شريفة ما علي فكتورة أنا. ما لي أنا أفكت ونام يتم. أنتك يا علي كم يعني البيئة كيف كم بعد. سنوري وجهك مولانا رحم الله واتيك تسير علي. ان شاء الله يجعلكم يفرحكم ومولاتي شريفه حاشا تقصر وياكم ويا اي واحد من اخاها لا والله طبعا. والى محافظه ميسان الاخ ابو عباس حياك الله. السلام عليكم عزيزي. وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله كل الهلا. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم ربي يحفظك ان شاء الله ويسترك ويستر. الله يسلمك يا حبيبي من نوم عندك يحفظك ان شاء الله رحم الله والديك ندعي لك بالخير ان شاء الله. يا بعد قلبه يحفظك ان شاء الله. اريد من باب الحوائج موسى من جعفر وشريفه بنت الحسن يا الله تحفظك تحفظ الكهرباء ان شاء الله. اشكرك يا حبيبي يا بعد قلبه. عندي مريض اني عندي مسلم مريض والله يا اخوي مسلم ابن مسلم فاضل يا بعد قلبه مليت يا مولاتي يا شريف هذا عايش علي رؤتك. اي أيوة. والله ان شاء الله صحه وعافيه يا بعد قلبه. اريدك تسجل اسم رقيه بالنجاح أيه. رقية وشافيني اي والله من النجاح ان شاء الله يا مولاتي يا مولاتي يا بعد قلب وشافيني انا وشاف حوالي جميع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تقر عينك بالقريب العاجل يا بعد قلب تحقق لك كل امانيك ومطالبك ان شاء الله يا بعد قلب ونسال من الله وشريفه بنت الحسن تحفظك تحفظ عائلتك ان شاء الله. الله يوديك يا حبيبي ممنون من عندك على هذا الدعاء يا بعد قلب اي والله لا تنساني بالدعاء يا شريفه الله يبارك فيك الله يبارك فيك ان شاء الله ما انساك بالدعاء ان شاء الله. صوت ضعيف سيدنا. وإلى بغداد الأخت مسعد حياكم الله كل الهلا. ألو كل الهلا مسعد فضلي. الله يساعدك يساعدك إن شاء الله ويحفظك فدوى لعمرك أريد أن أزور شريفة بنت الحسن. أي بدمعتك هاي يلا زوري أنا لازم لك الشباك فدوى لوجهك أنا مالي خلق رجالاتي وعويناتي يلا يلا بدمعتك يلا يلا توجهي توجهي اذكر للشباك يا بعد قلبي ها لزمت الشباك قدامك أتمنى بالكاميرا يطلع أزور لي والوالدي والدي والدي وجيراني وجيران جيراني ولي عمي ولي داتي وبنياتي. أحسنتم أحسنتم. وفريخات ابني وسنيناتي وكل جميع اللي عمنا وينشد علينا. ومشي عليك عمك العباس ومشي عليك عمك الحسين التعايني لنا وسوي لنا فرج. يا الله. يا الله من فدوى عمرك ادعينا. إن شاء الله صحة وعافية ويحفظكم ويقضي حوائجكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. جاء كل من عنده جاء عندك يا بعد اللهم امين اللهم امين اللهم امين احسنتم احسنتم الله يعطيك العافيه الله يبارك فيكم ويحفظكم ان شاء الله ويحفظكم ان شاء الله يسلمكم ان شاء الله ان شاء الله خدمتك خدمتك يا حبيبي خدمتك ان شاء الله صحه وعافيه. والى محافظه اديال الاخ شاكر عباس حياك الله. بس شباك بعد عليك الزهراء رحم الله وجهك. اخويا شاكر بلا زحمة عليك اسمعني من التليفون احسن لان ما قاعد اسمع صوتك واضح. طيب هو اسمعك في التليفون هذا التليفون يمنه. لا عاد شوي قرب صوتك على على الميكروفون حتى اسمعك. انا سمعت في التلفزيون وسمعت في التليفون بس. بخدمتك كل الهلا تفضل انت هسه برنامج ابنة الحسن سلام الله عليها ومباشر على
شباك مولاتي السيدة الشريفة، تفضل للزيارة. سيدي السلام على الشيخ، السلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، السلام على الإمام علي، السلام على فاطمة، والسلام على الإمام الحسن والإمام الحسين وعلى العلوي الشريف لبس الإمام الحسين. أحسنتم. وسألكم بالدعاء والعافية ورحمة الله أجيكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يبارك فيك وشكرا لاتصالك وكل الهلا كل الهلا يا حبيبي. الله يحفظك. شكرا يا حبيبي. أجمعين ممنون من عندك، الله يحفظك إن شاء الله. وإحنا مثل ما قبل شوية جانا سيد عماد الله يحفظه وجاب لنا الشمعة هاي اللي إن شاء الله بيها قضاء حوائج، لأنه من جوار مولاتي شريفة ومن سفرة السيدة الشريفة إن شاء الله بيها قضاء حوائج، بيها شفاء مرضى بجاه مولاتي شريفة إن شاء الله. الله يسلمك سيدنا حبيب سيد عماد وكل الأخوة على تويج نوفل اللي موجودين بالكادر يمك، إذا عندهم حوائج إن شاء الله، عندهم مرضى اللهم يبعدهم عن المرض يقضيها ويشافي مرضاهم بحق محمد وآل محمد. أحسنت سيدنا، أحسنت. سيد عماد يقول إحنا قضاء حوائجنا هي من يبشرون الناس بأنه انقضت حاجتي، أني السيدة الشريفة سلام الله عليها شافت بحق يعني بجاه رب العالمين بأنه شفاء التام لمريض مالتي، هي هاي يقول قضاء حوائجنا. أحسنت سيدنا والله يبارك بيك ويحفظك إن شاء الله. نقرأ أبيات أو أكو اتصال بعد سيدنا؟ إن شاء الله بخدمتكم سيدنا. نقرأ أبيات إلى مولاتي السيدة الشريفة، طبعا الأبيات أنا أحب أقراهن، هسه يقولوا أنت دائما تقراهن، ما أدري شو أحس بهن. حبيبي سيدنا الله يحفظك إن شاء الله يكون بهن شفاء وقضاء حوائج لجميع الأخوة اللي يشاهدونا اللي موجودين يمنا. الحجي الله يحفظه وصانا بالدعاء، وكذلك الحجي اللي واقف يمي إن شاء الله ما نساهم. إن شاء الله قبل ما مثل ما قلنا بالبداية، بداية كل دعاء واستجابة كل دعاء هي الصلاة على محمد وآل محمد. يا حلال شدايد والكلف صعبة، أنا القبرج إجيتك بالقلب طيب. يا حلال شدايد والكلف صعبة، أنا القبرج إجيتك بالقلب طيب. أنا الحزن علي مكالب غيومك، أهود يا جريح لو كلها ملجومة. العمر ناعور دار ما يبي هموم، تدوه انت بمصايب نكبة ثار نكبة، تدوه انت بمصايب نكبة ثار نكبة. على الراس الحزين سيارها الافواج، يتاج وراسي ما يرهم لي بس تاج. يا حلال شدايد بالقلب حاجة مولاتي، يا حلال شدايد بالقلب حاجة. المرور على بابك تنقلب عذبا، يا من نسليك يمد للطاهرة الزهرة، أحلفك بالبقت علتل منتظرة، وخوها المن ذبيح وعلى الرمح نحرة. تحليها كلايف قلبي لا تشيب. يا الله
أنا القبرك إجيتي وجدمي جاربية يا من أنا القبرك إجيتي وجدمي جاربية سألت وقالوا بمرقدها مقضية سألت وقالوا مرقدها مقضية توارثت من أبوك الكرم عني كريمة بنت كريم والله توارثت من أبوك الكرم عني على قبرك صرت أشم للحسن تربة على قبرك صرت أشم للحسن تربة أنا الخدمة محمد ولا ندروني أنا الخدمة محمد ولا ندروني وعلى الخدمة إجيتي ودمعي بعيوني عليك صاحتي بطف كربلا متوني تسجليني بسجل الحسين وبحزبه تسجليني بسجل الحسين وبحزبه مثل ما وعدناكم قبل ختام الحلقة زيارة نيابة عن الجميع اللي وصلوا اللي ما وصلوا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام على آدم صفوة الله السلام على نوح النبي الله السلام على إبراهيم خليل الله السلام على موسى كليم الله السلام على عيسى روح الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين السلام على الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة يا مولاتي يا شريفة ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد في ختام هذه الحلقة إن شاء الله نذكركم إن شاء الله مثل ما سمعتونا وزرنا عنكم نيابة إن شاء الله نلتقيكم في الثلاثاء القادم الساعة 9 مساء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله.